أخرج البخاري عن عمر بن أبي سلمة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: يا أذن بني، فقال: قل بسم الله أو سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى أن الإنسان إذا ذكر الله لم يأكل معه الشيطان. وبين في رواية أخرى أن الإنسان إذا نسي في أول الطعام أن يقول بسم الله، فليقل بسم الله في أوله وآخره. وإذا انتهى الإنسان من طعامه، ثلث طعامه، ثلث طعاما والثلث شرابا وثلث الهواء، يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الكمال من الذاكرين، أو الكامل من الذاكرين، إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكل، أي اللقمة، فيحمده عليها. سمي والحمد لله، أكل الأكل الحمد لله، ويشرب الشربة فيحمده عليه. هذا كمال الحمد، كل لقمة تقول الحمد لله، كل شربة تقول الحمد لله. وأمور كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالطعام من الحقوق والآداب والأحكام وإلى ما يتبع ذلك. هذه إشارة